تختلف الطباع بين البشر وحتى بالعلاقات الأسرية، فهناك من الأسر من تجد علاقة الترابط والتفاهم بينها قوية جدا، وهناك تجد فجوة في تلك العلاقة بين الأبناء والوالدين وحتى بين الزوجين. فما هي الأسباب الأساسية للحصول على هذه الفجوة في العلاقات وخاصة الأسرية؟ معنا الأستاذة عزة كردي، اختصاصية نفسية واجتماعية واستشارية أسرية ومدربة في التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. صباحك. يسعد صباحكم، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم، يسعد لي صباحك. يعني بالبداية خلينا نحكي بشكل عام، إيمت فينا نقول إنه هاي العيلة فيها فجوة، هاي العيلة في عندهم شيء مو منيح بحياتهم، إن كانت حياتهم الاجتماعية، إن كانت النفسية، وإن كانت الترتيب الاقتصادي للحياة؟ أكيد نحن قبل ما نعرف بس كل عيلة شو فيها اختلافات او فجوات، بدنا نعرف انه الفجوات لها تصنيفات. يعني لما بدنا نصنف انه فيها العيله فيها خلل فمعناتها فيها فجوه، فهالفجوه كيف يكون امتدادها؟ فدائما الفجوات عندنا بنودها هي الفجوه المعرفيه والفجوه الفكريه والفجوه العاطفيه والفجوه العمريه. فنحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار هدول الاربع بنود لكل مرحله فينا نقول، او لكل بنت منهم، حتى نعرف انه تحت اي بنت تبنت هالعيله ليش عم بيصير فيها خلل بالعلاقه. فاذا تحت هالاربع بنود فممكن تكون المرحله يعني اللي بتكون فيها نتجه فيها للاسره اكيد بيكون فيها فجوه معرفيه، واكيد بيكون فيها فجوه عاطفيه، واكيد يعني تقريبا الاربع بنود او الاربع مصطلحات للفجوة بنلاحظ بكل عيلة أو بكل علاقة اجتماعية عم يكون في إلها مدخل. هاي الفجوة عم يكون في إلها مدخل بهاي العلاقة، حتى بنلاحظ إنه فيها تفكك. بس يمكن كثير عم يتابعنا ويشوف حديثنا بتلاقي الفجوة الأكبر بين الأبناء والآباء. نعم. وقلتي في يمكن مثل ما قلنا فجوات عديدة، بس يمكن فينا نركز على الفجوة المعرفية. لما أنا ما بعرف كثير ابني أو ابني ما بيعرف، هون بيكون في فجوة وخلل بين هي العلاقة. وإذا فينا نقول الفجوة العاطفية كمان طريقة التعب، هدول بعتقد من يمكن أهم الفجوات اللي بيعانوا منها. فينا نقول الجيلين، بيقول لك جيلي غير جيلك، معرفتي غير معرفتك، والتعبير، لأنه سابقا ما بتلاقي في تعبير عاطفي، اليوم يختلف التعبير العاطفي. فينا نقول اضافه الى مثل ما تفضلتي حضرتك الفجوه العمريه، نحن بنقول العمر بينهم بالضبط. ايوه الجيلين. فهون دائما الاهل والاباء والامهات بينظروا ما بينظروا بهذا المنظار الصحيح، لانه هاي الفجوه العمريه كثير مهمه. يعني دائما نحن بدنا نحاول انه نحن نستوعب ابنائنا، ما بدنا نحاول نقارن جيلنا بجيلهم، فهالشيء عم يسبب خلل بالعلاقه، بالتالي الاهل عم يتاثروا والابناء عم يتاثروا. يعني حتى لو ما ظهرت هاي الصوره الانعكاسيه اللي بدي اقول انه لتوتر هاي العلاقه ممكن تظهر بعد فتره، بالتالي الاهل لازم يركزوا على هذا الموضوع. يعني انا ما بالضروره اني انا الشيء اللي انا عملته من جيل ماضي هلا يتصرفوا ابني او مثلا بنتي، او ما لازم انا اطلب هذا الشيء منهم. فبالتالي كثير التركيز على هذا الموضوع، لانه هذا الشيء وقت انا تأثر بالفجوة العمرية اللي بينهم ما بقدر وما بيكون عندي وعي لهذا الموضوع، أوتوماتيكيا عواطفي، انفعالاتي، مشاعري حتتأثر مع أبنائي، مع أخواتي، مع الأب، مع أبناء والأم، مع أولادها. فبالتالي صار في تفكك أسري، وبالتالي صار في فجوة نفسية بين الكل، بين كل أطراف المجموعة، كل أطراف البيت. فكتير التركيز مهم على هذا الموضوع، وبدنا نفهم أنه هذا الفرق، هذا العمري بين الأهل والأبناء لازم يقدروا يتداركوا، لأنه هن الأكبر، فهن بالتالي لازم يكون عندهم استيعاب أكثر. بحاولوا أنه دائما يقدموا النصائح لأولادهم وأبنائهم، أنه نحن دائما في تفارق بالعمر بيناتنا أكيد، بس نحن قدرانين نفهمك ونفهم تركيبة عقلك، قدرانين نفهم مشاعرك وأفكارك والمستوى البيئي والمعرفة اللي أنت عايش فيه، حتى نقدر نحن نقدم لك المساعدة. يمكن هلا في ضغوطات الحياة كثير عم تبعدنا أنه نفكر بهي الطريقة، ولكن خلينا نحكي بنقطة كثير مهمة. نحن بخلال شهر رمضان المبارك وهلا مقبلين على العيد، ان شاء الله بينعاد على كل العالم بالخير، كيف فينا نحن نعزز هي العادات والتقاليد عند ابنائنا خاصة بالشهر الكريم والعيد؟ كيف فينا نتقرب منهم اكثر، نعلمهم على عمل الخير بهذا الشهر وبالعيد، نعزز ايضا التواصل الاجتماعي والمحبة بين الاسر، مو بس باهل البيت، بالاسر، كان بيت التيتا، كان بيت عمي، خالي، هيك؟
حقيقة بداية نحن بدنا نعزز، بس قبل ما نعزز هاي المفاهيم نحن بده يكون عندنا كم بند أساسي حتى نقدر نحن نفعل هاي المقومات الجميلة اللي تفضلت فيها لنكون أسرة سليمة ومتعافية من كل الحالات المرضية أو النفسية أو العاطفية. بده يكون عندنا دائما بين الأبناء والآباء وبين الأهل وبين الإخوة وبين المجتمع بشكل عام تقبل. أنا بدي أتقبل الآخر، فإذا أنا بدي أحاول أني أنا أكون متقبلة لكل شيء عم يصير بالحياة من وجهة نظر من اختلاف. بدي أتقبل، أتكيف، أتعايش. فلما أنا بحقق هدول البنود الثلاثة بحاول أني سيطر على الوضع وبحاول أنه كل إنسان بيبدأ من نفسه. فلما نحن بنحاول انه نحن نقدم لابنائنا وخاصه نحن في شهر رمضان المبارك، وحكيت كثير عن هذا الموضوع انه نحن فرصه لنا نقدر نحن نخفف من هاي الفجوه اذا كانت موجوده. وحقيقه هي ما في عيله الا ما فيها فجوه، يعني حتى بنلاحظ صار في فجوه بين الاخوه بين الاخوات، يعني هم تحت بند الاسره الواحده. فبالتالي لازم دائما الام والاهل يقدروا يقعدوا يتواصلوا مع ابنائهم. ومن اهم النصائح اللي بوجهها انه نحن نبتعد شوي عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي صحبة الناس. هذا اللي بسألك عنه، قديش في إيدها تاثير كثير كبير مواقع التواصل الاجتماعي، التكنولوجيا اليوم. لما تلاقي هي الفجوه فبتلاقي فعلا الابن بيدور على حدا يسمع له، فمن خلال مواقع التواصل الاجتماعي حدا قريب لقدر يكون في تواصل بشكل مباشر، وهون بيكون في مشاكل كثير الى اثار كثير سلبيه. اكيد نحن الاثار يعني ما بننكر وجودها بشكل عام بالمجتمع بشكل عام، انه نحن دائما بصير في عنا تفكك اسري، بصير في عنا تحطيم دائم بالنقد، لانه دائما نحن ما بنتقبل بعضنا، ما بنتعايش بعضنا، في فجوات بين بعضنا، فنحن دائما بنحطم بعضنا بالنقد دائما، ما بيكون نقد بناء للاسف، بصير عنا عدم احترام وتقدير بالضبط وعدم اهتمام. فهذا الشيء غلط كثير كبير، وخاصه انه حكينا نحن في بدايه رمضان انه لازم نستغل هي اللحظات والساعات لنقدر نحن تكون عاطفتنا هيك رحمانيه اكثر ووجدانياتنا عاليه شوي، هيك نكون نحن عم نقدر انه نستوعب اللي حوالينا ونقدر انه نحن نعطيهم من وقتنا. يعني ما نخلي دائما انا اتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وقاعد انا والاب طول الوقت بالسهره، مثل ما بنشوف هلا كل حدا فيهم ماسك موبايله وقاعدين متأثرين. طيب انه ليش نحن عم نقدر انه يعني هو بنهايه جهاز، وبنهايه يعني انه نحن عم نقدر يخليه يسيطر علينا، يعني عالم اوكي نحن بنعطيه وقت قليل، بس نحن الوقت الاكبر هو لنا نحن، لنحن نستفيد، لانه فرصه رمضان دائما شهر رمضان المبارك هو فرصه للتدريب، فرصه للتهذيب، للارتقاء بالنفس. ودائما لما نحن بنتدرب وبنعطي لحالنا بشهر رمضان هي الفرصه الذهبيه، فبالتالي الارتقاء ارتفع عنا، الوعي ارتفع، حتى لما بعد رمضان صارت عاده سلوكيه. بس الناس سبحان الله يعني في بعض الاشخاص بتلاقيهم انه كثير استجابوا للموضوع، بعض الاشخاص بدهم وقت شوي، لانه نحن مو عصاية سحرية، لكن بالتدريب دائما وبالقناعة اللي من جوا انه نحن لازم نقعد مع ابنائنا ولازم نحترم هاي الفجوات، يعني نحترم الاختلاف، ما دائما يكون في المشاحنات بين بعضنا. نعم، يعني في فجوات كثيرة بين العائلات، واحيانا فجوة عائلة بتأثر على الثانية. خلينا نحكي بالترابط الأسري بين العائلات، يعني دائما ممكن في فجوة ببيت العائلة الكبيرة يأثر على العائلة الصغيرة. خلينا نحكي كيف فينا نحط نحن أو لأي أم كنترول لحتى هي أو خطوط حمراء لحد ما حدا يتعدى ويدخل فجواته لعائلته أو فجواته تطلع إلى الخارج ويصير مشاكل كبيرة. أولا بدي يكون في احترام للخصوصية. نحن اليوم لما نحترم خصوصية بعض، كل عائلة بتحترم خصوصية بعض، فهون بالتالي بتعمل انه خلص انه ما بسمح لاي حدا يتدخل بخصوصياتي انا، بس لكن بنفس الوقت انا متقبل الاخر. يعني الفجوة اللي عم تصير بالفجوة الكبيرة اللي هي مثلا ممكن تكون رأس العائلة مثل ما بدنا نقول، او الفجوة ممكن تكون الفجوة اللي موجودة بين الاب والام ممكن تأثر على الابناء، فبالتالي علاقتهم مع بعض أثرت. بالتالي حيكون عندنا وعي، يعني كل عائلة في عندها خصوصية، كل عائلة في عندها احترام، الافكار بتختلف، المواقف بتختلف، المحفزات الخارجية، تقبل العقل لها بيختلف، أنا نفسيتي مثلا تقبلي للأمر بيختلف عن تقبل الآخر، فبالتالي ما بدي حط حالي نفس مكان المقارنة. تمام، فإذا أنا هون بدي أتقبل أنه فكرة أنه هذا الإنسان مختلف عني، فبالتالي أنا ممكن هو
الموضوع هذا يمر عليه مثلا ممكن انا يضايقني، ممكن الـ 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 هذا الشيء اللي يصير، الموقف اللي يصير انا اتصرفه بوعي اكثر من غيري. فهذا شيء يعني بدنا نحن نفهم هذا الاختلاف اللي بيناتنا، ويكون عندنا دائما انفتاح. ما بدنا نحن نضل عايشين ضمن قوقعة فكرية انه هذا الشيء خلص نحن صار في فجوة ونحن خسرنا العيلة كلها مثلا، انه هذا الشيء خلينا نسمح له انه يأثر على علاقاتنا. على العكس تماما، يعني احنا نزل الموضوع دائما انه نحس انه هذا الشيء خطر، ولازم نحن نقدر نتدارك الموضوع لحتى ما يصير هذا التفكك الأسري. يمكن أشرنا لنقطة كثير مهمة اليوم عن الفجوات الأسرية وتعدد هاي الفجوات. اليوم لما أقول في فجوة بين علاقة الزوج والزوجة، بس ما بدي إياها بنفس الوقت تأثر أو تنعكس سلباً على الأطفال، كيف فيني أتعامل معه؟ وخصوصاً قلتي النقد السلبي، يعني قد ما كان الشخص محافظ بتلاقي يمكن لو هاي العلاقة أو هاي الفجوة مخباية ممكن تصرف أو نقد سلبي أو لطشة ينتبه الولد قد ما كان صغير وقديش بتأثر على نفسيته. الفجوة دائما بين الأزواج موجودة بكل المجتمعات. ليه؟ لأنه دائما الرجل مختلف عن تفكير المرأة والمرأة مختلفة عن تفكير الرجل. احنا بدنا نفهم انه انا كأنثى مختلفة تماما، فكري يختلف عن فكر الرجل، سيكولوجيتي تختلف عن سيكولوجية الرجل. فبالتالي هذا الاختلاف، بعض السيدات او الإناث وبعض الذكور اللي ما بيكون عندهم نظرة وعي لهذا الموضوع فهنا بتسبب لهم فجوة. بس المرأة الواعية الذكية اللي بتعرف انه هاي الفجوة هي فجوة طبيعية، يعني رب العالمين خالق في فروقات كتير كبيرة بيناتنا. فأنا اليوم بدي أتعامل معه، لما أنا بدي أدرس الموقف وأتعامل معه فخليني أكون واعي شوي لهذا الموضوع وأفكر هو شو عم يفكر. يعني دائما مشكلة السيدات بالحالات العادية لما بتصير في الفجوة أنه بتاخد الأمور من منظارها، هي ما بتعرف أنه هو شو عم يفكر، ليه صار هالموقف، صار هالموقف بناء على وجهة نظره هو ما عم يشوف وجهة نظرك أنت. فبالتالي نحن نتبادل وجهات النظر لنقدر نعرف كل شخص فينا شو عم يفكر. وقت بنعرف كل حدا فينا شو عم يفكر فنحن بنقدر انه نفهم وما بنخلق مجال للفجوة انه تكبر بيناتنا. حلو كتير الحوار، الحوار دائما مهم، لكن الحوار والمواجهة وقت بيكون في حالة مشحونة من التعصيب ومن الأفكار ومن المشاحنات هاي، أنا يعني بفضل دائما أنه نحن نتجنب النقاشات لأنه حتكبر الفجوة أكثر بيناتنا. فبالتالي نحن دائما نحاول أنه نمتص العلاقة، نحاول أنه المرأة تكون، أنا بقول دائما المرأة الذكية هي بتقود علاقتها لبر الأمان، بتحاول أنه هي تستوعب الموضوع، وقت بيكون في مشكلة حتى تهدأ النفوس هي تكون تقعد هيك بحوار راقي بينها وبين زوجها حتى هي تفهم هاي المواضيع انه احنا هي فجوة بيناتنا ممكن تكبر تأثر على اولادنا فنتداركها. اما دائما المواجهة بموقف يعني بصير مثلا بصير لا يحسد عليه الانسان لانه هذا الشيء رح ينعكس على الاسرة وعلى الاولاد اكيد بشكل عام. نعم. خلينا نحكي عن تأثير هاي الفجوات على الأبناء، خاصة يلي مقبلين على بدء حياة عملية جديدة أو ارتباط جديد بحياتهم. دائما بيكون في عندهم حالة من التوتر إذا في مشاكل عائلية ما بحبوا أنه يظهروها بين عالمهم الجديد. خلينا نحكي نحن كيف فينا نضبطها، حتى لو يعني في فجوات، ولكن كيف فينا نضبطها أن هي ما تتسرب لعالم جديد من الأبناء؟ ببلش وقت بيكون في عالم جديد بدنا نبلش انه ما نظهر نحن من الاساس. لما بيكون بلش سن المراهقه، انا دائما بركز انه سن المراهقه هو كثير بتاثر الفجوات عليه، لانه سن المراهقه هو انسان كثير عم بتاثر بالمثيرات الخارجيه بالاضافه للخلل الهرموني اللي عم بيتكون بجسده للانسان المراهق. فبالتالي هون هو بتصير يعني قدرته على تقبل المشكله بتكون سريعه جدا، فبالتالي هون بصير في خطر عليه. فوقت بده ينتقل لمرحله جديده من حياته سواء كان شاب او انثى، فبالتالي نحن لازم نحاول انه ندعم بعض. يعني دائما لما انت بدك تطلعي من الفجوه بدك تنظري دائما للنظره الايجابيه، انه نحن بدنا ندعم بعض، بدنا نفرح لهذا الانسان في حال اذا كان مثل ما تفضلتي مقبل على حياه جديده، مقبل على زواج، مقبل على خطوبه، مقبل على مثلا فينا نقول اي شيء جديد بالحياه، ممكن على دراسه جامعيه، خلينا نقول مقبل على اي حدث بحياته. لازم نحن ندعمه ونوقف جنبه دائما، نحن ننظر له ما ننظر بس بنفسنا انه نحن عندنا مشكله فاذا نحن بدنا نفكر بس بحالنا، لا نحن بدنا ننظر للاخر ونفكر بالاخر ونحاول دائما ندعم بعض بشكل كثير كبير، لانه كل ما نحن قربنا من بعض ودعمنا بعض بتخف الفجوات بيناتنا، بيكبر الاحترام تدريجيا، بتخف الفجوه الفكريه والفجوه العاطفيه،
والفجوه العمريه، لما نحن بنحترم هاي الفروقات بيناتنا فاجباري بالوقت نحن بنقدر انه نحن نتدارك هاي الامور كلها. هي نقطه كثير مهمه، قديش فينا نحترم الاختلاف، نحترم هاي الفروقات، وقديش فينا نكون لنا تاثير، نكون عندنا دائما انفتاح. ما بدنا نحن نضل عايشين ضمن قوقعه فكريه انه هذا الشيء خلص نحن صار في فجوه ونحن خسرنا العيله كلها مثلا، انه هذا الشيء خلينا نسمح له انه ياثر على علاقاتنا، على العكس تماما. يعني احنا ننزل الموضوع دائما انه نحس انه هذا الشيء خطر، ولازم نحن نقدر نتدارك الموضوع لحتى ما يصير هذا التفكك الاسري. يمكن اشرنا لنقطه كثير مهمه اليوم عن الفجوات الاسريه وتعدد هي الفجوات. اليوم لما اقول في فجوه بين علاقه الزوج والزوجه بس ما بدي اياها بنفس الوقت تاثر او تنعكس سلبا على الاطفال، كيف فيني اتعامل معها؟ خصوصا قلتي النقد السلبي، يعني قد ما كان الشخص محافظ بتلاقي يمكن لو هي العلاقة أو هي الفجوة مخباية ممكن تصرف أو نقد سلبي أو لطشة ينتبه الولد قد ما كان صغير وقديش بتأثر على نفسيته. الفجوة دائما بين الأزواج موجودة بكل المجتمعات. ليه؟ لأنه دائما الرجل مختلف عن تفكير المرأة والمرأة مختلفة عن تفكير الرجل. احنا بدنا نفهم انه انا كأنثى مختلفة تماما، فكري يختلف عن فكر الرجل، سيكولوجيتي تختلف عن سيكولوجية الرجل، فبالتالي هذا الاختلاف بعض السيدات او الاناث وبعض الذكور اللي ما بيكون عندهم نظرة وعي لهذا الموضوع فهنا بتسبب لهم فجوة. بس المرأة الواعية الذكية اللي بتعرف انه هاي الفجوة هي فجوة طبيعية، يعني رب العالمين خالق في فروقات كثير كبيرة بيناتنا، فانا اليوم بدي اتعامل معه لما انا بدي ادرس الموقف واتعامل معه، فخليني اكون واعي شوي لهذا الموضوع وافكر هو شو عم يفكر. يعني دائما مشكله السيدات بالحالات العاديه لما بتصير هاللي فيها في الفجوه انه بتاخذ الامور من منظارها، هي ما بتعرف انه هو شو عم يفكر، ليه صار هالموقف، صار هالموقف بناء على وجهه نظره، هو ما عم يشوف وجهه نظرك انت، فبالتالي نحن نتبادل وجهات النظر لنقدر نعرف كل شخص فينا شو عم يفكر. وقت بنعرف كل حدا فينا شو عم يفكر فنحن بنقدر انه نفهم وما بنخلق مجال للفجوة انه تكبر بيناتنا. حلو كثير الحوار، الحوار دائما مهم، لكن الحوار والمواجهة وقت بيكون في حالة مشحونة من التعصيب ومن الأفكار ومن المشاحنات هاي، أنا يعني بفضل دائما أنه نحن نتجنب النقاشات لأنه حتكبر الفجوة أكثر بيناتنا. فبالتالي نحن دائما نحاول أنه نمتص العلاقة، نحاول أنه المرأة تكون، أنا بقول دائما المرأة الذكية هي بتقود علاقتها لبر الأمان، بتحاول أنه هي تستوعب الموضوع، وقت بيكون في مشكلة حتى تهدأ النفوس هي تكون تقعد هيك بحوار راقي بينها وبين زوجها حتى هي تفهم هاي المواضيع انه نحن هي فجوه بيناتنا ممكن تكبر تاثر على اولادنا فنتداركها. اما دائما المواجهه بموقف يعني بصير مثلا بصير لا يحسد عليه الانسان لانه هذا الشيء رح ينعكس على الاسره وعلى الاولاد اكيد بشكل عام. نعم، خلينا نحكي عن تأثير هاي الفجوات على الأبناء، خاصة يلي مقبلين على بدء حياة عملية جديدة أو ارتباط جديد بحياتهم. دائما بيكون في عندهم حالة من التوتر إذا في مشاكل عائلية ما بحبوا أنه يظهروها بين عالمهم الجديد. خلينا نحكي نحن كيف فينا نضبطها، حتى لو يعني في فجوات، ولكن كيف فينا نضبطها أن هي ما تتسرب لعالم جديد من الأبناء؟ ببلش وقت بيكون في عالم جديد بدنا نبلش انه ما نظهر نحن من الاساس. لما بيكون بلش سن المراهقه، انا دائما بركز انه سن المراهقه هو كثير بتاثر الفجوات عليه، لانه سن المراهقه هو انسان كثير عم بتاثر بالمثيرات الخارجيه بالاضافه للخلل الهرموني اللي عم بيتكون بجسده للانسان المراهق، فبالتالي هون هو بتصير يعني قدرته على تقبل المشكله بتكون سريعه جدا، فبالتالي هون بصير في خطر عليه. فوقت بده ينتقل لمرحله جديده من حياته سواء كان شاب او انثى، فبالتالي نحن لازم نحاول انه ندعم بعض. يعني دائما لما انت بدك تطلعي من الفجوه بدك تنظري دائما للنظره الايجابيه، انه نحن بدنا ندعم بعض، بدنا نفرح لهذا الانسان في حال اذا كان مثل ما تفضلتي مقبل على حياه جديده، مقبل على زواج، مقبل على خطوبه، مقبل على مثلا فينا نقول اي شيء جديد بالحياه، ممكن على دراسه جامعيه، خلينا نقول مقبل على اي حدث بحياته، لازم نحن ندعمه ونوقف جنبه دائما، نحن ننظر له ما ننظر بس بنفسنا انه نحن عندنا مشكله، فاذا نحن بدنا نفكر بس
بحالنا، لا نحن بدنا ننظر للآخر ونفكر بالآخر ونحاول دائما ندعم بعض بشكل كتير كبير، لأنه كل ما نحن قربنا من بعض ودعمنا بعض بتخف الفجوات بيناتنا، بيكبر الاحترام تدريجيا، بتخف الفجوة الفكرية والفجوة العاطفية والفجوة العمرية. لما نحن بنحترم هاي الفروقات بيناتنا فإجباري بالوقت نحن بنقدر انه نحن نتدارك هاي الامور كلها. هي نقطه كثير مهمه، قديش فينا نحترم الاختلاف، نحترم هاي الفروقات، وقديش فينا نكون لنا تاثير ايجابي بينعكس على الاخر. لانه مثل ما قلتي بدايه حديثك، في قصص مثل النقد السلبي، احيانا في ناس مثلا بتقول لك انه انت كثير حلوه بس لانك لابسه هي، لو كنتي لابسه هيك كان طلعت احلى. ممكن كمان المائده اللي عملتيها كثير ظريفه بس لو حاطه مثلا بتقول لك شرشف طاوله لونه كان طلعت افضل. دائما في شيء بيعطوك اياه سلبي لو جزء بسيط من خلال اللعب على هي المفردات، قديش بتاثر نفسيا، بس انا كيف فيني ما اتاثر، يكون عندي هي نسبه الوعي خصوصا بالعائله الواحده، لانه بنلاقيها كثير، لانه ونحن في عنا ترابط اجتماعي كثير كبير، يعني ما بتلاقي العيله الصغيره مرتبطه مع العائله الكبيره. دائما نحن بالمجتمعات العربية عنا امتداد للعائلة، دائما حتى تجمع العائلات مع بعض دائما بيكون دائما بتكون بالأوقات يعني، وهذا شيء من أهم الأمور الحلوة اللي بتصير بالمجتمعات العربية، بالمجتمعات السورية خصوصا. نحن دائما لما بدك تكوني انت عم تتوجهي لنقد، فدائما انه انت حاولي انه الانسان الواعي بيعرف كيف يكيف النقد لصالحه، فبيكون انه كثير عادي وكثير انه الامور ببساطه بياخذها. نحن اليوم وصلنا لمرحله يعني بهي الظروف اللي نحن بتمر فيها البلاد، يعني ما بدنا نتجاهلها حقيقه، بتحسي انه الانسان كل انسان مكتفي بنفسه، يعني ما بتحسي ضغوطات انه انا ما بقى عندي هذا الـ يعني شو بقولوا انه انت بدك هالجلود هذا ذاتي، انه انا بدي ضل انه عم انتقد فلان وعلان ومن الناس وكذا وكذا، فبدي يكون انا يعني خلاص متقبل نفسي متقبل الاخرين. بس دائما هدول الاشخاص اللي بيكونوا هن عندهم هي الطاقه السلبيه اللي بحبوا يوجهوا لك النقد، فدائما انت على العكس الانسان اللي بيكون عارفان شو هن هدول العالم، وحتى لو بدهم يوجهوا نقد اما استخفافا فيه او انه ليكسروا شيء بجواته، او ليكون في نوع من انواع عدم الثقة بالنفس من دول الأشخاص أو الغيرة الظاهرة، بالتالي بيحاولوا أن يوجهوا لك نقد بشكل أو بآخر. فهون الإنسان كثير بده يكون رايق وكثير عادي، لأنه ليش؟ ثقته بنفسه فوق كل شيء، وتقييمه وتقديره لذاته هو بيعلى تقدير أي إنسان. فلما أنت بتكوني عم تقدري ذاتك وبتكوني أنت عندك هذا الحب لذاتك والاحترام لنفسك، أكيد أنه أنت ما رح تقدري تسمحي لأي حدا أنه يكون هو عم يتعدى أو عم بيكون له سلطة على مشاعرك. يعني أنت دائما في حالة من الرواء والهدوء، حتى ولو أنه الإنسان سمع نقد بس ما في داعي أنه هو يصور ويغضب، لانه مثل ما قلت اي عاده سلوكيه حتى هاي الهدوء النفس دائما بتاثير على مشاعرنا وافكارنا. لما انت بتتدرب عليها بتوصلي لمرحله انه بتصير عاده سلوكيه يوميه، ما بيقدر اي حدا ياثر عليك باي كلمه. نحن بدنا نشكرك كثير ونتمنى لك ان شاء الله يك رمضان مبارك وعيد سعيد، ان شاء الله يا رب ينعاد عليك وعائلتك بالف خير. شكرا كثير لك. شكرا لاستضافتكم، ومن هون كل بعيد كل الناس وبقول لهم يا رب تقبل الله طاعتكم، وان شاء الله هيك كل سنه وانتم سالمين وبلدنا بالف خير يا رب. شكرا لك. نحن سعيدين جدا بالحديث معك، شكرا لك.